إذا سقطت بطريقة ما في ثقب أسود، فقد يغير ذلك مستقبلك ويمحو ماضيك، على الأقل من الناحية النظرية. لنبدأ بالعالم الحقيقي الذي نعيش فيه. هنا على كوكب الأرض يمكن لماضيك أن يحدد مستقبلك بالتأكيد، لكن تخيل أنك لست على الأرض بل في مكان ما هناك في الكون اللامتناهي، ووجدت نفسك عند نوع معين من الثقوب السوداء، ذلك الذي اكتشفه عالم رياضيات من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. لا تخلط بينه وبين ثقب أسود عادي، فلنسمي هذا النوع. ماذا عن الثقب الأسود الحميد؟ ها؟ سأخبرك سبب حاجتك إلى أن يكون نوعا محددا من الثقوب السوداء. الأمر هو أنه من المستبعد أن تظل حيا في ثقب أسود عادي، لكن وفقا لبعض الحسابات التي أجراها زميل ما بعد الدكتوراه هانت من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فإن هذا النوع المحدد من الثقوب السوداء التي اتفقنا على تسميتها بالثقوب الحميدة قد يتوسع بمعدل متسارع، وهذا ما يجعل من الممكن النجاة من الانتقال من عالمنا الحتمي إلى الثقب الأسود الذي يعد غير حتمي. لنتخيل أنك نجوت من هذا الممر وأنت الآن تتجه نحو مركز ثقب أسود حميد. من المستحيل تصور ما بداخله، وإذا تمكنت كمسافر بالفعل من الدخول إلى ثقب أسود، فلن تتمكن أبدا من إيصال الأشياء المثيرة التي يخفيها إلى العالم الخارجي. لكن هذا ليس ما يهمنا الآن، فنحن بحاجة إلى معرفة كيفية التخلص من الماضي. هانتس عالم رياضيات الذي عرفتك عليه بالفعل يدرس الثقوب السوداء غير الدوارة التي لها شحنة كهربائية. الشيء الأكثر أهمية فيها هو أنه بالإضافة إلى أفق الحدث لدينا أيضا أفق كوشي، وهذا هو الأمر المهم. أفق كوشي هو المكان الذي تنهار فيه ببساطة ما يسمى بالحتمية. قد تبدو هذه عبارة علمية للغاية، لكن دعني أشرحها لك. أفق كوشي هو المكان الذي لم يعد فيه ماضيك يحدد مستقبلك. لذا إليك طريقة مثبتة رياضيا وفعالة على ما يبدو لكيفية التخلص من ماضيك. كل ما عليك فعله هو الوصول إلى الفضاء والعثور على ثقب أسود محدد، والوصول إلى المركز والوصول إلى أفق كوشي. لكن إذا بدأ الأمر معقدا للغاية، فيمكنك ببساطة محاولة عدم ارتكاب الأخطاء هنا على الأرض. نعم، أفكار مثل تم إلغاء ماضيك، لديك عدد لا حصر له من الخيارات لكيفية تطور مستقبلك، وكل موسيقى الجاز هذه تبدو غير واقعية بقدر ما هي جذابة. مثلا تخيل أن لا أحد يعلم أنك فشلت في الالتحاق بالجامعة والحصول على شهادة جامعية، ولكن من الآن فصاعدا لديك كل الفرص للقيام بكل ما تريد. لكن هذا من الناحية النظرية فقط. في الواقع بمجرد دخولك إلى الثقب الأسود، وليس الثقب الأسود الذي تحدثنا عنه بالفعل، فمن المرجح أن تختفي مرة واحدة وإلى الأبد. لكن مهلا، لا تحزن، أنا أتحدث فقط عن شكلك الجسدي الحالي، إنه أعمق قليلا مما قد يبدو. الأمر هو أن هناك مبدأ غريبا في ميكانيكا الكم يمكن تفسيره بطريقة بسيطة. في البداية تخيل أنك لست إنسانا بل مجرد معلومات، لديك خبرتك وخلفياتك وأفكارك، كل هذه هي المعلومات التي تمثلك. الآن دعونا نجعل الأمر أكثر بساطة. تخيل قرص تخزين USB أو كتابا، كلاهما يحتويان على معلومات. إذا قمت بتحطيم محرك أقراص USB يحتوي على موسيقى وأفلام، فلن يكون موجودا بعد الآن في شكله المادي، لكن المعلومات الموجودة به لن تتوقف أبدا عن الوجود. نفس الشيء مع الكتاب، إذا أحرقته فإن المعلومات التي يحتوي عليها لا تحترق، بل ستستمر في الوجود ولكن في شكل آخر. لذا تقول هذه النظرية الممتعة إنه على الرغم من أن شخصا ما يمر بأفق الحدث، وهي نقطة لا عودة قبل أن يتم تحويله إلى ما يشبه المعكرونة، فإنه لا يتوقف عن الوجود. بشرح مبسط، لا يزال هؤلاء المسافرون في الكون موجودين ولكن على شكل معلومات. والآن دعونا نعود إلى الثقوب السوداء. وفقا لستيفن هوكينج، تصدر الثقوب السوداء إشعاعات. الإشعاع يجعلها تتقلص، ومع مرور الوقت، أعني في كثير من الأحيان، يمكن للثقب الأسود أن يتقلص كثيرا لدرجة أنه يختفي في النهاية. فماذا يحدث لرائد الفضاء الذي وجد نفسه في ثقب أسود إذا اختفى؟ كلا، لن يتم إخراجه من الثقب الأسود بالطريقة التي كانوا موجودين بها من قبل، ومع ذلك سيتم إخراجه من هناك لكن على شكل إشعاع هوكينج، لكنها مجرد نظرية. حسنا، هل تتذكر أنه لا أحد يعرف بالضبط ما يحدث في الثقب الأسود؟ تقول نظرية أخرى إن ما يحدث في الثقب الأسود لا يبقى في الثقب الأسود. يعتقد بعض العلماء أن الثقب الأسود قد يكون له بوابة يمكنك من خلالها العودة بالزمن إلى الوراء، ووفقا لهذه النظرية هناك ثقب أبيض في نهاية الثقب الأسود. إذا وصلت إلى هناك يمكنك التراجع عن الأشياء. مثلا، هل كسرت مزهرية والدتك المفضلة؟
اقفز إلى الثقب الأبيض وستعود المزهرية جيدة كالجديدة هناك. هل قمت بطهي بيض مخفوق وصنعت عصير برتقال طازج ولكنك فقدت شهيتك لسبب ما؟ لا توجد مشكلة إذا قمت بطهيه داخل ثقب أبيض. رائع، البيض غير مكسور والبرتقال غير مقطع وغير معصور مرة أخرى. لا مزيد من هدر الطعام. حسنا، يبدو أن العودة بالزمن إلى الوراء أمر رائع حقا، لذا أعتقد أننا قد نحتاج بالفعل إلى ثقب أسود لمساعدتنا. إذا تم إنشاء ثقب أسود في المختبر فيمكنه أن يلتهم الأشياء حتى يكبر بما يكفي لالتهام الكوكب بأكمله. أولا سوف يتغذى على مصادم الهادرونات الكبير، والذي من المحتمل أن يخلق شيئا مشابها للثقب الأسود هنا على الأرض. التالي جناف، حيث يقع مصادم الهادرونات الكبير، ثم سويسرا بأكملها، ثم أوروبا. في تلك المرحلة لن يمر وقت طويل قبل أن تختفي الأرض أيضا. ولحسن الحظ إذا ظهر ثقب أسود فسيكون صغيرا جدا لدرجة أنه لن يتمكن من فعل أي شيء. تنتج الثقوب السوداء في الواقع الكثير من الطاقة وتطلقها غالبا على شكل حرارة مثل الفرن، وهذا يعني أنها سوف تتلاشى عندما ينفد الوقود. حتى لو تم إنشاء ثقب أسود مجهري مستقر فإنه سينمو ببطء شديد بحيث لن يحدث شيء. على افتراض أنه ظل موجودا لفترة كافية لامتصاص الجزيئات الصغيرة المحيطة به، فإن ثقبا أسود بهذا الحجم سيستغرق وقتا طويلا للغاية حتى يصل إلى رطل من الوزن، ولن أكون موجودا في ذلك الوقت. لكن الثقب الأسود على الأرض يمكن أن يكون شيئا عظيما، فحتى ثقب صغير نسبيا قد يصدر ما يكفي من الطاقة لتزويد البشرية بالطاقة الكاملة. نحن نتحدث كثيرا عن الطعام، أليس كذلك؟ دعونا لا ننسى الإسباكيتي. بالمناسبة المفهوم بسيط للغاية، الأمر كله يتعلق بالجاذبية. تخيل أنك تلعب بالعلكة، باستخدام قوتك يمكنك تمديدها بسهولة، فبدلا من قطعة عادية يمكنك الحصول على قطعة طويلة ورفيعة. سيحدث لك نفس الشيء، قوة الثقب الأسود كافية لتمددك كما لو كنت قطعة علكة. تثبتك الجاذبية بقوة على جانب واحد مما يجعلك تتمدد. قد تتساءل، لماذا لا تتمدد كالإسباكيتي على الأرض إذا كان هناك جاذبية أيضا؟ الإجابة سهلة للغاية، إنها أضعف من أن تفعل ذلك معك. لو طلبت من الفراشة أن تمد علكتها، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ هذا مستبعد لأن أطرافها الصغيرة ضعيفة جدا. نفس الشيء هنا، الأرض ضعيفة جدا مقارنة بالثقب الأسود، لذا إذا كنت تتساءل عما إذا كنت ستصبح طويلا للغاية، فقد لا يحدث ذلك أبدا على الأرض، ولكن بمجرد أن تكون في ثقب أسود، يمكنك أن تصبح أطول مما تتخيل. ومع ذلك فإن أفضل لحظات الطول لديك لن تدوم طويلا. إذا قمت بتمديد العلكة في لحظة واحدة سوف تتمزق ببساطة. سيحدث نفس الشيء لك بسبب نظرية الإسباكيتي.